السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندنا عدد كبير من الملفات اللي كنت عايز أصدرها من نفس أوركس، فلازم أفتح ملف ملف وأعمل إعداد بتاعته وأظبط الفيو اللي أنا عايز أصدر منه، ويعني هياخد وقت مني. ففي ده لذيذ اسمها بيرد تولز، بقول له اكسبورت مودلز وأديله مثلا 100 ملف ريفيت بتاع المشروع وأصدرهم، ملف المعماري والإنشاوي، ويروح مصدرهم كله مرة واحدة. يعني نقول له براوس وروح مختار الملفات الريفيت، مش ملف واحد، لا مجموعة من الملفات. خلينا مثلا نختار مثلا بيم لايبراري واقول له ريفيت بروجيكتس، نختار نقدر نختار عدد معين من ملفات الريفيت واقول له اوبن، يبدأ يجاوبهم لي كلهم هنا عدد كبير من الملفات. تمام، وتقول له مثلا عايز اصدرهم في انهي ملف، هو يروح مصدرهم لك كلهم لنفس وركس مرة واحدة. بيظبط الاعداد بقى، كونفيرت اليمنت بروبرتيز يعني تاخد الخصائص معاك، اللينكس يعني لو الملف ده سحب ملفات تانية يجيبهم برضو معاه، وهكذا.